وانضم إلينا من قطاع غزة عبر الهاتف الصحفي عبد الرحمن أبو عساكر. أهلا بك أستاذ عبد الرحمن معنا. إذا ضعنا في آخر مستجدات أوضاع اليوم في غزة. نعم، اليوم هو اليوم 11 العدوان الصهيوني. هاي الأيام بدنا نعدها بالساعات وبالدقائق وباللحظات، كل دقيقة وكل لحظة هناك عملية قصف من قبل الاحتلال، بل عمليات قصف في أنحاء متفرقة من قطاع غزة. اليوم وزارة الصحة وحسب آخر تحديث لها كان عدد الشهداء 230 شهيدا وما يقرب من 2000 جريح، ومن ضمن هؤلاء الشهداء 69 طفلا و35 سيدة، وأما الكبار في السن 17 شهيدا. قبل ربع ساعة تقريبا من الآن كان هناك استهداف لسيارة مدنية شمال قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد شهيدين وهي سيارة مدنية وشهيدين مدنيين، حتى هذه اللحظة لم تعرف أسمائهم. بعد الاحتلال يواصل من عملياته الممنهجة القصف وما تسمى بعملية المترو، وهي عملية قصف عشوائي من خلال تشكيل حزام ناري في الأحياء والمخيمات السكنية، المخيمات المكتظة بالسكان، ومن ثم يقوم باستهدافها بشكل مكثف من خلال تشكيل حزام ناري من أجل بما يدعي يعني أن هناك محاولة لهدم أنفاق للمقاومة، اغتيال أو قتل من المقاومين الذين يحاولون إطلاق الصواريخ، إلا أنه بطبيعة الحال عندما ينقشع الليل تظهر أن هذه المحاولات هي لهدم المنازل ولهدم البنية التحتية والطرقات والمفترقات وكذلك قصف الأراضي الزراعية. اليوم بالمناسبة أيضا وزارة الأشغال العامة تحدثت عن حصيلة العدوان الصهيوني على صعيد الأبنية والمنازل، حيث قالت الوزارة بأن ما يقرب من 16800 منزلا وبنية تم استهدافها وتضررت بشكل مباشر، من بينها كان هناك 1000 منزل تدمر بشكل كامل و1800 تضرر بشكل كبير جدا ولا يصلح للسكن. هي أرقام كبيرة جدا عند مقارنتها بالأوضاع السيئة التي يعاني منها قطاع غزة في ظل الحصار والظروف الصعبة التي يمر بها القطاع. نعم أستاذ عبد الرحمن، أيضا هناك أنباء عن إيقاف الحرب في قطاع غزة خلال الساعات المقبلة، ما صحة هذه الأنباء؟ نعم، حتى هذه اللحظة ومنذ بداية الحرب والعدوان الصهيوني الذي لا يطلق عليه حرب بالمناسبة، الحرب بين قوتين متناسبتين بميزان القوة، إلا أننا نحن شعب يدافع عن نفسه، الفلسطيني يدافع عن نفسه بأدوات بسيطة، لذلك هو عدوان يشنه الاحتلال الصهيوني، بداية كانت معروفة، هذا للتوضيح. فيما يخص وقف إطلاق النار أو مسودة وقف إطلاق النار، منذ بداية العدوان وهناك عدة مفاوضات غير مباشرة عن طريق الجانب المصري، عن طريق الولايات المتحدة، عن طريق روسيا، العديد من الدول العربية قطر وغيرها تتدخل في هذا الأمر، إلا حتى هذه اللحظة إلا أنه يعني لم تصدر عن الخروج إلى مسودة واتفاق نهائي لهذا الأمر. كلها أخبار صادرة عن الإعلام العبري حسب توضيح المقاومة الفلسطينية، أن هذه أخبار يريد بها الاحتلال يعني تشتيت الجبهة الداخلية للشعب الفلسطيني، ولكن نترقب وننتظر. هناك قراءات عديدة لأنه خلال 24 ساعة القادمة سيكون هناك تقدم إيجابية في المفاوضات والمحادثات. بالمناسبة كان هناك ليلة الأمس اجتماع مع رئيس حركة حماس الخارجي السيد إسماعيل هنية مع منسق الولايات الأمم المتحدة حول موضوع التهدئة، إلا أن شروط المقاومة هي واضحة وصريحة، وهذا ما قالته المقاومة الفلسطينية وقاله الشعب الفلسطيني منذ البداية. بالفعل وهذا ما قالته المقاومة الفلسطينية. وصلت فكرتك أستاذ عبد الرحمن الصحفي عبد الرحمن أبو عساكر من قطاع غزة، كنت معنا عبر الهاتف، نشكرك جزيل الشكر.